كل الأهداف التي رسمها نتنياهو حتى الآن وأنت كإسرائيلي لم تتحقق. صحيح، هناك إخفاقات ميدانية يعني، وصبر الإسرائيليين عم ينفذ من عدم استحقاق يعني الأهداف حتى الآن، ولكن يعني إسرائيل لم تنسحب سنة 2005 من قطاع غزة حتى تعيد احتلالها. يعني كل نظريات المؤامرة عن إعادة احتلال دائم لقطاع غزة، إسرائيل لا تتمنى هذه الحرب، إسرائيل لا تطلب أن يدخل إليها 3000 مقاتل حماس في يوم واحد ويقوم بأبشع عملية إرهابية منذ المحرقة حتى تخطط لإعادة احتلال قطاع غزة. إسرائيل تريد أن تنسحب بأسرع ما يمكن من قطاع غزة، بس بشروط أن يضمن لها أحد طرف مسؤول يضمن أمنها القومي. فقط اليوم تم إطلاق 25 صاروخ من قطاع غزة إلى مدينة نتيفوت التي تبعد أكثر من 7 كيلومتر من قطاع غزة. فمن يضمن أمن إسرائيل بعد الانسحاب؟ هذا هو السؤال الجوهري، وحتى الآن لا أحد، لا طرف في العالم. ما هو ده الدليل إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مش هيخرج؟ ده دليل إن هم مش هيخرجوا، إن هم لم يحققوا أهدافهم. يضمن أمن المواطن الإسرائيلي في الجنوب سوى إسرائيل وسوى وجود الجيش في قطاع غزة. فلما سواء تستطيع إسرائيل أن تدمر القدرات الصاروخية لحماس أو أحد يعني يعيد السيطرة على قطاع غزة قوى أخرى، ولكن ما دام هناك إخفاق عام وفقط مزايدات على شاشات التلفزيون على إسرائيل، فلا يوجد بديل من وجود إسرائيل في قطاع غزة حاليا. نعم، القضية الفلسطينية لن تحل بمزايدات منافقة على شاشات التلفزيون، هي تحل بوحدة فلسطينية على أجندة براغماتية. لا يمكن القول وإعادة القول إسرائيل وإسرائيل وإسرائيل وغياب قائد فلسطيني واحد يتكلم عن مستقبل فلسطيني، رؤية فلسطينية واقعية، كيف يمكن العيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل؟ إذا لم يتمكن الطرف الفلسطيني من إعادة انتشاره أو إعادة ترتيب أموره بعد 16 سنة من الاستيلاء على قطاع غزة والانقلاب على السلطة الفلسطينية، فالفشل لا يمكن أن يلقى فقط على إسرائيل. طبعا إسرائيل اتبعت نهج أو سياسة فرق تصد، ولكن لا يمكن إلقاء كل اللوم على إسرائيل. هناك خلاف حاد وعميق في القيادة الفلسطينية حول موضوع مستقبل التعامل مع إسرائيل. هل يجب تدمير إسرائيل واستثمار كل الطاقات البشرية والاقتصادية والمالية بتدمير إسرائيل وحفر مئات الكيلومترات من الأنفاق تحت قطاع غزة وتضحية بكل سكان غزة من أجل هذا الهدف؟ أو المستقبل هو العيش بكرامة في دولة مستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل وهو سياسة السلطة الفلسطينية؟ لازم يؤخذ قرار واضح فلسطيني، وهذا يحل الانقسام، لأنه لابد من وحدة فلسطينية، من إرادة فلسطينية لإعادة السيطرة على كافة المناطق الفلسطينية. لا يمكن التهرب من هذه المسؤولية وإلقاء كل اللوم دائما على الطرف الإسرائيلي. ماذا لو تنتهي الحرب اليوم في غزة؟ أي مصير لنتنياهو في المجتمع الإسرائيلي؟ هل بالفعل هذه القضية هي قضية شخصية ويريد يعني أن تطول هذه الحرب لأسباب شخصية إلى هذا الحد؟ أنا لا أعرف، أنا لست طبيب نفسي لنتنياهو، لكن واضح بأن حياة نتنياهو السياسية انتهت. يعني إسرائيل ذاهبة إلى الانتخابات في السنة المقبلة وحياته أعتقد حسب تقديري انتهى. ولكن من يعتقد بأن يمكن إجبار إسرائيل على الانسحاب إلى حدود 67 من خلال قرارات دولية أو من خلال ضغط قضائي؟ فهو واهم لسبب بسيط، لأن لا يوجد في الطرف الآخر من يتحمل المسؤولية على هذه الأراضي، لا من ناحية شفافية، لا من ناحية فساد، لا من ناحية مؤسسات. يجب أن يكون هناك يعني بيني وبينك الحنان منه، لو تتحدث عن الفساد حتى نتنياهو يعني شوي شوي. نعم، ولكن الفرق هو عندنا استقلال للقضاء، ولكن وعندنا استقلال القضاء مع إرادة، مع وجود إرادة للسيطرة على القضاء، وأنت تبعت المظاهرات واستضفتك في هذا السدد.
الفرق هو أن في إسرائيل هناك تداول السلطة وهناك انتخابات، بخلاف بعض الدول العربية التي هو هناك خيارين، يا إما فوز الرئيس بنسبة 97% أو قتل الرئيس. خلاص انخفضت شوي الآن، انخفضت شوي الآن 80% 70%. تمام. هناك مظاهرات، أنا شاركت في المظاهرات ضد الانقلاب القضائي التي قام بها نتنياهو. هذا الانقلاب انتهى فعليا في إسرائيل في أثناء الحرب، ولا أتوقع أن تمر. هناك ديمقراطية حيوية داخل إسرائيل، وهناك تداول السلطة، وأنا أتوقع أن نتنياهو ذاهب ورايح وانتهى حياته السياسية. ولكن المفاوضات شرط استئنافها هو طرف فلسطيني مسؤول يمكن أن يعول عليه دوليا، أن يتحمل المسؤولية. وأنا أتوقع أن يكون هناك حكومة تكنوقراط فلسطينية بالدرجة الأولى أو في المرحلة الأولى يمكن أن تعيد السيطرة الفلسطينية على قطاع غزة، ثم بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة تفاوض ومرحلة تفاهمات. ولكن في إسرائيل القرار يؤخذ بانتخابات، الناخب هو الذي يحسم وهو الذي ينتخب الحكومة. انتخاب نتنياهو وحكومته المتطرفة هو نتيجة إحباط إسرائيلي من الانقسام الفلسطيني، من فشل كل فرص السلام، من العمليات الانتخارية في التسعينيات والألفين، في صعود حماس. ففي ظل وجود هذا الواقع في الساحة الفلسطينية، لا يمكن إقناع الناخب الإسرائيلي بأنه يمكن أن يعول أو يعتمد على طرف آخر يضمن له الحياة الآمنة والحرية في داخل حدود 67. فلذلك هناك دور مهم جدا للدول العربية بما في ذلك مصر والإمارات والسعودية، ليس بتجنيب الطرف الفلسطيني أو بإقصاء الطرف الفلسطيني، بالعكس بتشجيع الطرف الفلسطيني أن يعترف بإسرائيل، أن يتخلى عن السلاح وعن الجهاد في مكافحة إسرائيل، وأن يكون جزء لا يتجزأ من الشرق الأوسط ضمن منطقة سلام. هذا الحل الوحيد، وهذا الشرط الوحيد لإخلاء المستوطنات كما عملت إسرائيل سنة 2005، كي تعمل نفس الشيء في الضفة الغربية. هناك 500,000 مستوطن، يجب أن يكون هناك ثقة عالية جدا في إسرائيل في الطرف الفلسطيني، وهذا ما لم يوجد الآن للأسف. الحنان ميلر، بالتعليق على ما قاله الضيف في رام الله، تحدث تنتقد لا يوجد شريك، هل يوجد شريك إسرائيلي قادر على أن يسمع إلى ما يطالب به الفلسطينيون؟ أنا أعتقد بأن اليوم حل الدولتين من ناحية إسرائيل أقرب مما كان عليه الوضع منذ 20 عام. لماذا؟ زهقنا، لأن أولاً لأن المشكلة الفلسطينية والقضية الفلسطينية رجعت إلى الأمام أو إلى الواجهة، هذا أولاً. ثانياً لأن الكل أعتقد أو معظم الإسرائيليين يفهمون الضرر الكبير الذي يلحق بهم عملية الاستيطان في الضفة الغربية، ويريدون التخلص من هذا الإبع. هذا رأيي، إنه معظم الإسرائيليين يريدون ذلك. ولكن أكرر وأقول بأن لا يمكن، وهذا وهم، أن يمكن أن تسلم إسرائيل أراضي لسلطة فلسطينية تسيطر فقط على الضفة الغربية، وتستمر إطلاق الصواريخ والإرهاب والعمليات المباغتة كما وصفها حماس من قطاع غزة. هذا مستحيل، مستحيل، لا يمكن أن تسلم إسرائيل. وهذا السبب الذي يمنع الضغط الدولي على إسرائيل على فكرة، لأنه الغرب يفهم الضغوط، وحتى الدول العربية مصر والإمارات والسعودية الذي يريدون أيضا هم القضاء على حماس ويشجعون إسرائيل من وراء الكواليس، يريدون أيضا هذه النتيجة. ولكن لا 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 لا، أنا ما لا لا، بس لو سمحت يا أستاذ توفيق، تفضل تفضل توفيق، الاتهام ده، لا الاتهام ده ما ينفعش. هذا كلام موسى أبو مرزوق مش كلامي، وأنا صديقه بالمناسبة. هو التي يا عم موسى أبو مرزوق مين؟ وأنا مال أنا بموسى أبو مرزوق؟ أنا بتكلم عن مصر. حل الدولتين يتم فقط في غياب حماس، ومصر تفهم ذلك، ولذلك هي تريد تدمير حماس وتشجع إسرائيل في ذلك. هو وسموتريتش وشركائه يعارضون عملية السلام، وأنا ضدهم، ولكن العربي الشجاع والفلسطيني الشجاع يعترف ويقول الحق والكلمة والصراحة بأن حماس هي عائق لعملية السلام، ولا يمكن تجاهلها وإخفاها كأنها غير موجودة.
هي أكبر عائق اليوم في الطرف يعني الفلسطيني. قبل 7 من أكتوبر سمعنا تصريحا لحماس حتى ثار اهتمام إسرائيل بمسألة اعتراف حل الدولتين للمرة الأولى. حماس في يوم 7 أكتوبر حاولت أن تطبق علينا حديث الخجر والشجر الذي موجود لليوم في ميثاقهم، هذا الحديث البغيض الذي يتحدث عن قتل اليهود للمسلمين والذي موجود حتى اليوم في ميثاقهم. أنا أتوقع أن يكون هناك شريك فلسطيني يقاوم ويعارض هذه العنصرية ويقول بأن لا يمكن تدمير شعب يهودي بالكامل، لا يمكن الكلام بأن اليهود أعداء الله وأن المقاومة المسلحة هي الحل الوحيد للقضية الفلسطينية كما هو أيضا موجود في البند 13 في ميثاق حماس. خلينا نكون صريحين، لماذا اللف ودوران؟ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة كاملة سنة 2005 وإخلاء كل المستوطنات هناك أيضا خطوة أحادية الجانب، ولكن لا تذكرها بالصدفة، يعني هذا نسيتها، يعني إنه إسرائيل انسحبت سنة 2005 وسلمت كل البنى التحتية في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية قبل أن يستولي عليها حماس بعد سنتين، هذا نسيتوها. فكيف ينسحب إسرائيل من الضفة بس حتى يسيطر عليها طرف متطرف فلسطيني؟ طيب. ويهاجم إسرائيل منها. طيب.